على فلسطين. الله ينصرهم. دم القلبي من هالكلمه يا اخي. دغري بتشكيني مرت عمي دغري. اختي قلبي من بعد امرك. هذه استقبال اهلا وسهلا. طب اختي اليوم من لون حجابك الله اكبر. كمون شو يا مرت عمي؟ مرت عمي؟ من تحت لفوق. صح. شو اكلتنا اليوم؟ حزري. شو؟ حزري. عجزت. حزري. عجزت. بدي اعمل كاري صوص مع الرز يا شاطرة. يا سلام. لكن اليوم بدنا نتدلل. كثير. بدنا نتدلل على الاخر. كثير بسم الله الرحمن الرحيم كثير. حبيبتي عدي على الطاولة. مشان. إذا بتريدي مشان تبلشي أنا كنت أنا عم بفرم قبل ما تيجي أنت. بقعدي وتابعي يا عمي بالله. يلا هلا بدي أقعد وكمل. أنا عم حضر لك هلا عم غسل لك الخضرة يلا ها. مرت عمي هذا دواء دواء صح. مرت عمي بفرمه الناعم ولا شو؟ حبيبتي عادي ليك انا فاد بشوية على فرجيكي. اها يلا تعمل يلا تعادوا تعال لكسني مبركة ورزق جديد ولك ترحم على اللي زرع وهديه الفاتحة وهديه الفاتحة لكل الأموات. نعم 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 نعم. قلبي دوري قلبي تعادوا مش تعادوا قلبي قلبي حبيبه قلبي دو يا عبوده دو حبيبه قلبي دو شوف ما اطيبه دو مرت عمي. نعم هاي السكينه منا محترمه ابدا. يا عمو حبيبتي انت ما قلت هيدي انا احسن شيء منا بالسكينه المحترمه ابدا. ابدا ابدا فرجيني شكلي شاطره منا قاطعه معك حق. خرجيني هاي شاطره كمان معنا. تعرفني هلا زعلت منك. ليه شو هم سكيني لا ما سكيني اذا ولا سكيني منيحه بتزعل مني مرت عمي. دوقي لي هالحبه انت قبل ما تبلي ايديك. يا عمري انت يلا يلا صديقي مرت عمي اذا بقول لك شو نحن جايين على الطريق حزاز شو بتعملوا لهيدي؟ كنت عم اقول له يا هيدي انا ذوقي عم يتغير. شو عم يتغير ذوقي بالناس اللي مثلا مش انه استغفر الله مثلا بحب مثلا كيف بدي اقولها الاكلات ايه كنت اكل اكلات معينه هلا مش انه والله كرهتهم للاكلات لا هلا عم بحب اكلات انا ما كنت اكلها. يعني شو قصدك بهذا الحديث؟ هي ما كنت اكلها وهلا هلا عم مغرومه فيها. كلي رح اعبي لك وحيات عيني. لا 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 وحده بزياده كلي رح اعطيك. يا خوفي لا تخافي حاعطيكي حملي لك عينك على الاخير. يعني ذوقي عم يتغير مش معناته انا بكره لانه خيسرت. لا 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 يعني كنت حبي اسمع هالكلمه اني بكره المخيه. انا بعرف حقيقه صايرة يا مرت عمي عم حب اشياء ما كنت حبها من قبل. عم حبيبتي نفسك حقيقة عن جد ليه قولك شو السبب؟ طبعا طبعا الانسان هيك هيك هلا شوفها صارت محترمة هالسكينة. انا شو انبسطوا هداك النهار لما ما بعرف بأي فيديو لما قلت لك بدنا سكينة محترمة. ايه ما في ولا سكينة محترمة هلا ما قلت ولا سكينة محترمة؟ لا والله صارت محترمة بعد السنة محترمة هلا؟ ايه طبعا. بتعرفي يا مرت عمي انا لو عارفة احذري شو كنت جبت معي؟ شو قولي؟ هيدي يلي بيخطوها بينزل من تحتها الخضار مفرومين عنا منا. عن جد؟ والله عندي منا حبيبتي انت بعمل فيها ولا خلص بفرمهم والله يلا سمي بسم الله وتكلي على الله زي ما بننطر هذيك بتكون شلت الدنيا بسم الله عليك وانا ها هلا من قلب انا ما حوقف معك بسم الله لا لا خلصنا انا من هيدي هيدي الاكل بتحب الجزر بتحب الفليفله بتحب الفطر طيب كثير الكاري كثير كثير هي يمكن اصلا هندي ما بعرف هندي افريقي استرالي ما بعرف ايه اغلب الظن يمكن اصلا لهيدي الاكله هندي حبايب قلبي كثير طيبة وكثير مغذية والولاد كثير بحبوها، يعني هي صوص حد رز، بس شو في مكونات مفيدة بالحياة موجودة فيها، ومكونات ما صعبة كثير، الحمد لله. يلا تفضل ذوق. ما شاء الله مش نازل من الجنة بالسوق. أمي الله أكبر داش داش قالت لي كاكية يعني تقلها كاكية بس تقلها مانجا داش قالت لي أنا مانجا وكاكية بس مثل هالطعمة ما لقيت عبد ما فيها عجو بقلبها ما فيها بزر قطر 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 قد ما أنا طيبة الله يرحمها ستي قد ما كنت تحبها يا أخي ليلى العالم كلها بتحبها حبيبتي وحياة الله متذكرة أمي كانت تزق الصناديق من عندها هيدي ليلى مشان ستي إجت مرة ستي زارت عنا
ضلت تقريبا شي 20 يوم قبل ما ترجع على بلدها. يا مرت عمي كان موسم المانجا، نحن بنقول لها مانجا وهم بيقولوا لها كاكي. صحيح كاكي. ما بعرف بمصر شو كانوا يسموها، انا بقول هذا اسمه خرمه. مانجا لبنانيه؟ لا لا خرمه. بدي بس الا خرمه يمكن، والله ما بعرف، يا كاكي يا خرمه. فكانت امي تجيب السناديق لستي الله يرحمها. الله يرحمها. الله يرحمها. ما شاء الله خي بتسهل كتير هاي. يلا يلا هلا منغسلها حط عجلة. ها ليكو قديه بتسهل. يلا هاي تغلي شوي منهم. حط خد غيرها تلتهي. ليكو انا كيف قطعتهم؟ قطعتهم بهذا القياس. طلع عم حبيبي هيدي. جرب هيدا. يلي عم يوقع عم نرجع نغسله لانه هيدي ما بعرف ليش عم يسحطوا بايده. ما شاء الله. يلا. شو رايك يا مرت عمي؟ يلا يلا قطعي يا عمو حبيبتي قطعي. يلا منيح اللي ذكرتك فيها. يلا ايه والله العظيم. تعال نشوف الجزرات. الله يسلم دياتك. فرجيني هيدي قلبها من جوا كيف النتيجه. فرجينا. ما بدنا نفرجيكي خليها هيك. بسم الله شايفين. خليكي محنقك. ما بدنا نفرجيكي. خليني شو؟ حنقك حندوقة. والله ما شاء الله اخذوا ثواني مع هادي. لو انا قاعدة بعدني هونيك عم خرط كان اذا الله رد نص النهار يا مرت عمي. لك الله مبارك بالرجال. الله لا يخلي من بيت. اي والله. الله لا يخلي من بيت. ما شاء الله ما شاء الله. هلا مرت عمي بدنا نفرجيهم طبخة الكاري. أول شي بشو بلشتي فيها أنت؟ عمو حبيبتي أنت. هدار بصدور دجاج. يلا سلم بياتك. ما بيمشي الحال بفخاد؟ لا. أو دجاج كامل؟ لا أبدا. إلا صدور؟ إلا صدور. ليه؟ لأنه صدور بنعملها شقف طويلة مثل ما بنعمل الفاهيتا. مثل ما بنعمل البصل الجوانح. تشبك بقلبك. لا هيك شفره شفره بهون. ايه ايه ما شاء الله قويه قويه. اسم الله. بتعرفي ما توقعت تكون سلسلة الجزر. ايه ما احلاها. ما شاء الله الجزر. وانا هيك والله انا الجزر كنت عطلاني همه. خي الله مع النوايا الطيبه. الله العظيم الله بيعلم. منيح اللي ذكرتك فيها. الله بيعلم. والله كنت عمول يا الله ندمت ليش ما جبت لك اللي لالي. يا ريتني جبتها يا حبيبي. عم طلع مرت عمي عندها وحده. سهدولي هيدي ما شفتوا النوايا. الله ما رح اكلهم. نعمل على النعم اكثر. لا لا محي الله. يلا يلا دير. يلا يلا دير. ما في داعي يعني. لا يلا دير. مرت عمي شو حاطه هلا على الغاز؟ قبل ما تيجي حضرتي انا حضرتي. بسم الله الرحمن الرحيم. سال السفين. بسم الله علي علي لي هي السفينه مرت عمي اول وحده بالمطيبات. اول وحده اول وحده بالمطيبات. شوفوا لي شكلها شو. يا الله احلى هالمنظر. ما احلى هالقلب. ايه مرت عمي سلقته لحتى خليته يستوي منيح. لايكي مجرد ما تقريها بتفرد بيه. هاي حنيفة عقولة ايه اهلنا بسوريا. ايه هدول انسلقوا. هلا انا لايكي الخضرة فلايفلي جزر فطر كله حاططيه مع بعضه؟ كله مع بعضه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. كله مع بعضه يا شاطرة. وين الفطر يا مرت عمي؟ يلا يا شاطرة يلا. لا بصلتك مشلوطة اليوم. ما بعرف مشلوطة بصلتي مشلوطة تشلوط. إذا كنت تعمل شي علي؟ لا عجبته. إذا كنت تعمل شي علي خبروني. مبسوط هيدي عم يلعب. زعلتك يا أمي مقدمي والله. إيه تقبريني عندي وحدة مثلها يا مرت عمي. فرجينا المشاهدين هلا هون شو بيحطوا كمان. شو بيحطوا؟ بيحطوا هيدي اللي بيمسكوا فيها البطاطا يمكن. ما هيك؟ إذا بدهم يشرحوا بط الله. هذا كله جاي معه. أيوه عرفتها. هاي هون بتحطي فيها خيارة جزرة كوسة. انا جبت وحده مثل زكريا هيدي من الاوتلت سيد. ايه بتجنن. صورتيها انت هيك هالتفاصيل هيدي؟ ايه صورتها بهالتفاصيل. والله عملت يومتها اكل سعوديه وحدا صوص. هيك تحيه لكل اهلنا بالسعوديه. بكتبوا لي ليش مانك عامله ولا اكل سعوديه. عمي والله انا عامله اكلات سعوديه. ايه كمان اردنيه. اردنيه بس اردنيه كمان كمان أردنية. مرت عمي ما بتسمعي كلمه. مرت عمي انا بدي اعمل المنسف الاردني لو بضل يوم من عمري. انت العمو حبيبتي بدي الجميد. انت بدي اجيبه للجميد. ما بعرف الا اني سافر شخصيا روح اجيبه للجميد. ما عنا نحن. لا ما عنا اي. شو حطيتي هيك على الوش يا مرت عمي؟ الله الرحمن الرحيم. هلا عليكي عنا جزر فلايفلي فطر.
بس فقط لا غير. هدول فطر نوعين مشان هيك شايفين الوان مختلفه. شو حبيب قلبي هذا اللي بيجي بني اطيب بكثير من هذا الابيض. اما حبيبتي لا بما ان طبخه بدي يغلي بدي يستوي جبولي. صحيح. لو كان انا طبخه انا بقول لك ايه دايما منع دغري بس طبخه دغري بستوي. شو يعني هلي شي خبط فيك شوي هي متسلي اذا عندك شيء اكلي لبكره بدك الا تجهيزات عطيله هذه مبسوط. شو بتعمل فيها هذا كبه حبه حبه خيار في خياره كبه في خياره شو متسلي فيها انت الظاهر جربها يا علي جربها يلا شو ما جربت اللي عندنا يعني هذه خيارة أكبر منا عطني هاي فيش عبودة جرب هيك ما بحب الله هاي فيش دي بدها تطلع سلايزات هلا نصلي هاي كله نضيف بالبراد تبع ايدك يا هادي اذا لا سمح الله فلتت من ايدك ما تفلت المسامير مسكينه ما تفلت ما بتمشي هي نزلت واو هي لك نحنها رائع يا خي ما بتنعم تعمل دويرات بس لو على هديك يا عبد كانت طلعت منيحه لك هدول ايوه لو على هيك ما كانت طلعت غير هيدي شفتي ما احلى مرت عمي على بكره شو بدك تطبخي اذا عندك شيء بده تجهيز يلا من هلا بدي خليها على بكره بدي اعمل لحجيب لك بطاطا يوم خبتي انا شايفته مبسوط مكيف هلا شو بدك تجرب الخياره لا خلاص خلاص كفاها الله خيار شايف خياره هيك شرقيه هي خرجه التزيين هلا بدك تملحي نطفي ايه بسم الله مرت عمي حطيتي زيت سامني ما ولا شيء ابدا هان ولا شيء هلا بدي احط شويه ملح لحتى يبقوا شوي لانه بدي نفضوا مي بدهم يدبلوا ما بكتر يعني هاي يعني انا سال الدجاج بمي ملح لسه ما حطينا الدجاج ليكوا الدجاجات بعدهم بالطنجره حبيبي هلا بتعدي بالتفاصيل يا شاطره ايه من عيني هاي قبل هاي إيه. انا كنت اختصاص تفصيص الدجاجات تبع الملوخيه عند امي بدي طعجه منو عند امك عند حماتك وعند حماتك في عينك هالقد فوالله يا مرت عمي لك انا هلا بالمقليه في بس فليفلي وجزر وفطر بس بدون زيت ولا سمنه ولا سمنه ولا زيت لحد الان ولا سمنه ولا زيت ها حط العمل شكل مشان ينشف وين منشفه هيك هيتا هون جليناهم وحطيناهم هون على المنشفه هيك شيء مرتبه لا بنحطه بهيدي لا لا حرام وزوقها يا عبد من الرحيم هلا بتعدي يا شاطر بتشمري على ايديكي بتنتفي يا بتفصفصي بتنتفي مثل ما قوليها مثل ما بدي بتنتفي نفس التنتيفه شفتي تبصي بهالحكي شفتي حبيبه قلبي انت شوفي هادي قد ايه مبسوط بهال شو اسمه بهالمكنه الله وكيلك هلا اذا عندك عزيمه بدها تخريط خضره دغري هلا هلا بيعمل لك اياه وهو مبسوط مش هات لي اقسم بالله اني ستها شيء مزح لكن منيح اللي ذكرتك سبحان الله عقلي انا ما بحب الكروكي ما بعرف بتصدقي يا مرت عمي ما بعرف بحب الكروكي والله كنت عم اقول له لهادي عم اقول له ما بعرف ليش صايرين عم ننسى ايه سمسيكي بسم الله عليكي والله يا مرت عمي صايرين عم ننسى يعني بكون انا واقفة بالمطبخ شوي بطلع من المطبخ بنسى انا شو كان بدي برجع بفوت على المطبخ يا الله انا شو كان بدي انا ليه طلعت قدام الظهر يا عمو حبيبتي يلا ما احلى صوت الاذان اهلنا ببلاد برا يا الله قد ايه بيحبوا هيك سمعوا صوت الاذان لك انت احلى اسكت مشان تسمعوا يا رب يا رب يا رب الدعاء يا رب يا رب يا رب تفرش على العباد يا رب يا رب العالمين يا رب تنتيف رقيق قد ما فيك ليلى ما تعمل مثل ما بتنتفي ايه لا لا انت بجعني قلبي عليكي بخليكي شويه هيك بس اقوى ملح من تفي هيدي اعظم ليك يا مرت عمي قد ايه طلعت منهم اشياء ايه لكن عمو حبيبتي ربي قد من عروق شلوشي دولي فرجيني عمو حبيبتي ايه الله يسلم ايديكي انا بدي اياهم يكونوا هيك ليلى حتى يشبه هيك هيدي سميكه ها شو بعمل فيها؟ ها تنتين كيف؟ الا ما اقدر وصلت علي وصلت وصلت شفتي يا عمو حبيبتي انت ها ماشي ليكي هي سميكه ها يلا ماشي. يلا يا صوفا انا ححط هون شوية طحين بسم الله الرحمن الرحيم بس طحين هلا فتحته جديد اخذت عيار شي كبايه لانه ما شاء الله طبختنا كثيره حزيد لها شوي حتى يعقد معنا ها شفتي يا شاطرة؟
ننضبه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو ننضبه هنا. هنا بإذن الله. هنا وليس هناك. نحطها مي. نحط فوق المي. الرحمن الرحيم. مدوبن على البارد ليلى. مرة عملته على السخن أم جبل معي الطحين. هلا لقيت هاي الطريقة أنا أحسن. لأنه الطحين عم بارد بدون دغري. صحيح. دغري بيرد. بسم الله الرحمن يعني الرحمن. العالم اللي بتعاني من إنه الطحين بيعمل تكتلات عندهم بالطبخ. صح. حلوه على البارد على جنب بالأول. صح. هيك مستحيل مستحيل يعني مثل مثل لما بنعمل البشاميل يا مرت عمي بس نعمله بالهيدا اللهم صل على النبي بس نعمله بالحليب الساخن بيعذبنا بس بالحليب البارد ما بقى يعذبنا. الله يا عمو يغزى العين. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه حركي عمو حبيبتي حركي لا جي خبره كيف عم تنقلها يغزى العين لا سمنه ولا زيت احلى شيء بس حبه ملح حبيب قلبه لليلى هيك اكلات ايوه تعال تفضلي تعال اقفي محلي لا العين ما بتعلى عن الحاجب حبيبتي انت بياخذ الدجاج بسم الله الرحمن الرحيم وحطهم بكعب الطنجره اللي بدي اطبخ فيها الصوص بسم الله الرحمن الرحيم هي الطنجره هلا شو حطها فيها فاضيه ليك فاضيه بسم الله هخلي شوي حطهم مع الرز الجاج؟ ايه شوي ما كتير يعني تشكيلة يعني ثلاث ارباعهم مع الصوص وربعهم مع الرز برافو عليك يا كسلانة ما بخلص انا ما بخلص لو كنت جاوبي صح لو كنت شاطرة بكون كسلانة جاوبي صح بالعمر يا كسلانة يا عمري حبيبة قلبي شو عم تحطي مرتك؟ قلبي لعندي شوفي يعني نتوفي شفتي قدام؟ شفتيها شاطرة؟ انا هاي كلمة القربي لعندي بفهمها على الطاير شفتيها شاطرة هاي؟ نت صغيرة ما بكبتل ابدا فوق الدجاج كله منكه فيها ما شاء الله طب مرت عمي اذا ما بدنا نسلق الدجاج بدنا نحط الدجاج ناي ما بيستوي ما حبيبتي انه منخليه يستوي منقليه ما بيستوي ما انا ما بعرف ما بعرف الا هيك تمام الا هيك يا ليلى ها شعر بس تحت انا بحكم يعني بتسمحي لي انا احكي مرت عمي؟ احكي بدك حبايب قلبي اذا بدكم تحطوه ناي ما بدكم تسلقوه، مرت عمي انت هلا بتعوزي المرق لشيء؟ لكن اها معناتها لازم ينسلق كيف بدي احط انا هلا شو اسمه هذا لا يستوي معه؟ طب لنفترض انه نحن عنا مرق او عنا بهارات مرق الدجاج، فينا ما نسلق الدجاج، فينا نقليه مكعبات صغيره كثير بقلب الطنجره وبيستوي بيستوي غطوه انتو لمده ربع ساعه صدقوني بيستوي بتنهنه كمان وبعدين المرق فيكم تذوبوا بهار دجاج بنكهه مرق الدجاج طبعا صارت متوفره بكي عند كل العطارين وبتضيفوا اذا بدكم تستثنوا مرحله السلق عمو حبيبتي انت عم بتفضلي بتحكي هيك كلامك صح بس نحن منا اشطر من تجيبي هلا اكله هنديه وهيدي اكله افريقيه حنكون نحن اشطر منهم اخبر منهم هلا نحن يمكن نكون اشطر منهم عمو حبيبتي على كلهم على كلهم مشان هيك جربي يا انت بلدي صح جربي هيك مثل ما عم بتفضلي بتحكي واعطينا رايك يعني ممكن تزبط مزبوط لانه انا بعرف كثير عالم مثلا بتقول لي الله اسا بدي اسلق دجاج اسا بدي لا لا ما تسلق دجاج خلي الدجاج ناي قال لي بشوية سمنة أو مثل ما عملتها مرت عمي أو بدك شوية زيت صفلي قوصني والله صفلي صفلي أنا بعمل أكلة عصولة مظبوط قلت حري عم بعطي خيارات أنا إنه هي على الأغلب أكلة هندية لأنه اسمها كاري إيه ومكوناتها مكونات هندية إيه صوص الكاري صح ففينا نحن نعدل ونحصل على نفس النكهة صدقوني فينا يعني إذا بدكم ما تسلقوا الدجاج وتاخذوا وقت قال له مكعبات الدجاج تكون صغيرة مثل ما خليتي ما تعملي فصفصهم صغار وبعدين حطوا مرق الدجاج ان كان مكعبات الناس ما بتحب المكعبات في بودرة عند اي عطار في بودرة فيكم تحطوا منها عمو حبيبتي جربي ما تقولي بدي اعملها بدي اعملها وبدي صور لكم اياها تمام كله تمام بتعطي نفس النتيجة هلا يا شاطرة شو بتعملي يا شاطرة هلا انا ما تسوي دول بتحملي لي هاي ونصفي المرق صح او الدلق دلق او ليك بحملها لا لا انا هيدلا بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم سخنين ونخلى هلا هلا بنخلي شوي للرز دقيق دقيق عشان يعطي نكهه طيبه ما كله بحكي يلا ما نكفي يلا شفتي يا شاطره بسم الله الرحمن الرحيم ها يلا انا بعدي فوق الطنجره حطيها فوق الصحن حركي نشفى سمي بسم الله وحركي
الله الروائح الحلوه عم تطلع. يعني شو بدي اقول لكم، روائح بتشغل قلب. هلا بنحط الطحين، شفتي كيف بلاد الطحين معنا؟ والله حفتي محلى لحد هلا ما حطيتها قصه توابل الكارهه. بسم الله الرحمن والكركم. اربع ما حبيبتي اربع، بسم الله عليكم. شو كل هالنسوه يعني اللي معه؟ حتى اذا في شي كبوله شي كذا ما تعذبنا بالطبخ. ماشي ماشي، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني ليكو هي معلومه رائعه. يلا انه ننزل الطحين مع الماء بمصفيه. وهلا شو بتعملي انت وظيفتك؟ تمرتي اعملي مرتي الملك امرتهم معي. يلا نزلي يا شاطره، هذا هو. نعم ايوه، يعني غسل النصفيه بالعربي. شفتي يا عمو هدول هدابة بقية. حطي يا هولي بقى اعملي معروف هي والملعقة. شكرا ليلى. هلا بنحصل على صوص له قوام هيك تقيل شوي صغير. ايه حبيبي. مطعمي انت بتحط الكاري. يلا هلا. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا. هذا كاري حر. بنحط طلع ما بنكتر لانه مشان الاولاد حار. اكيد اكيد اذا الكاريه حار ليك حار. شفتي؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم. ريحه الكاريه تغلو. بتحطيه مع المعكرونه طيبه، بتحطيه مع الدجاج طيبه. بسم الله الرحمن الرحيم. بتحطيه مع شو بدي اقول لك؟ بسم الله وحده مع ما شاء الله. هذا حار ولا حلو؟ حلو تنتين. بسم الله ثلاثة وهي وحدة أربعة يا شاطرة. منيح يا شاطرة. أربع ملاعق طعام كريم مليانين جبل. مين طنجة نحن عم حبيبتي انت؟ مليانين جبل. بس هلا شوفوا على فكرة الكريم اللي ما بيعرف فوائده بحثوا عنه، له فوائد عظيمة للجسم. وهذا كركم. والكركم مطعمي كركم صيدلية متنقلة. جبل ها اثنين جبل. بسم الله ملعقتين جبل كركم. صح. اسا يا مطعمي حركي عمو حبيبتي انت حركي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. نعم نعم بيحكوا كاري. اكلت مطعمي عن جد. بتعرفي من طيب اكل بحبها انا هيدي معلقة. حذري ليه بحبها؟ ليه؟ حذري ليه؟ ليه؟ لانه فيها كاري؟ لانه فطر؟ بتشبعي الاندومي. والله يمكن صحي. يا الله دخيلك يا الله من حلو هذا. نفس ريحة الاندومي. هلا بنشيل من هون ونحط هون. اول منيح هالحكي؟ بحطهم انا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. هات عمي. يلا عمي. يلا حطي. قد ايه بحط نصهم؟ حطي حطي بس قلك وقفي وقفي. بشيل بشيلهم كلهم؟ لا عم حبيبتي لا. بدنا نخلي للرز يا عمي يا حبيبتي بنخلي للرز. لا لا يلا يلا. بسم الله. نطقيها بالمي هذيك الملعقة. لا لا هذيك الكاميرا خليها هون. ايه والله يا ريت. مشان يشوفوا. حركي حطي عمو خلي يطلع معك كل شيء. يلا يلا ايوه ما شاء الله ريحه بتشهي. ريحه بتشهي القلب. وهون حطي. هون ما في بهارات. قصه وحده. ما هيك يا مطعمي؟ انت هون ما حطيتي لا قصه وحده خلص. بس ما بدك تعملي كيلو رز؟ اه اوكي. حوجه. هذا بتنخلطوا مع الرز ما هيك؟ هدول. برجع بشغل النار. لكن هيدا هيدا. ايوه. طلعت الريحه. لا حركي عمو حبيبي. انا براهنكم هلا الريحه وصلت لعندهم للمتابعين. حركي يلا حركي. عن جد انتم لاحظتوا معي قديش الاكله صحيه ومفيده لاولادنا؟ كثير ريحه اندومي ما بتفهم. من الرحمه. هذا شو سمنه كمان؟ سمنه. مشان شو؟ مشان نحط الرز. بسم الله الرحمن الرحيم. هي بنفس الطنجره اللي كان مسلوق فيها الدجاج. صح صح. بيعمل فيها اوريكا. لا لا ما بتأدي نظريتك ليه؟ مبالغ خير الله. اكيد نحن حدا بنوفر جلي بنفس الطنجره رح نطبخ رزاتنا. ليك التوابل شوفي ورق غور اللي كانوا بالدجاج جزر قرفه. ليكي ليكي يعني مرت عمي هي وسالقه دجاج كل شيء كل شيء كل شيء. ما كان شيء اخر شيء شلتيها؟ هذا نوع من القرفه بس عم دور. كيف هيك؟ نوع من القرفه عم دور كثير نكهته طيبه. لا خلصت الكيس. اي والله امانه. اي والله لفت لي نظري كثير. لك انا هلا هول الرزات. هلا الرزات رح نغسلهم. غسلي الرزات يا شاطره. اكيد. يلا معروف كون انا عملت طبقت لك بخضريات وهيات لك اليوم. يلا هول الرزات بتركهم بارضهم يا مرت عمي. خايفين عمو حبيبتي منوعين لبين ما قلينا الخضره فيها. تمام. هلا ليكي هالسمنه بنحط الدجاجات والبطرسين. طيبة نكهة الدجاجة مع الرزة. طيبة يا شاطرة. ايه عن جد طيبة. طيبة. انا بتعرفي احيانا شو بطبخ اذا بكون مستعجلة؟ شو؟
بحط كبيتين رز يا مرت عمي مع الدجاج مفصفص، بكون انا حطته بالفريزر والله اطيب من هيك مسلوق جاهز. او احيانا مثلا بنشوي دجاج بضل عندي شويه قطع دجاج بفرنسهم او بفصفصهم بشيل العظم منهم وبحطه بالفريزر. بسم الله ما شاء الله. بيجيني بالايام اللي بكون مشغوله فيها بحط كبيتين رز قدام تلاقيه طيب امامي طيب وبلاقيه قد الدنيا كتر منه سهل كثير. بحط بالطنجره الدجاجات اللي طلعتهم من الفريزر اللي هن اساسا مستويين ايوه مع كبيتين الرز يعني خمس دقائق خلصوا ايه مع كبيتين الرز مغسلهم بحطهم مع بهار الدجاج بالاخص اذا عندك لبن لبن بتروقي يا ماما شغله والله اولادي بكيفوا عليه شغله والله العظيم انا كبيره بكيف عليه حياتك فوالله يا مرت عمي مجرد انك تحطي بهار الدجاج ومع الاصغير كاري بشهي الريحه بتعف عف هلا بنحط ملعقه كركم هون مع الرز مع الرز ما كتير شوي ملعقه مع الاصغير حطينا معلقتين هون ملعقه بسم الله الرحمن الرحيم ها خلصنا من هذا يا يعني انا حسيت انت عم تحطي نفس المكونات البصاص بالرز هي زادة هلا من هيدي ملعقه كمان ما منكتر كثير شو هي هيدي الكاد الثاني بسم الله مع الاطعام كاري ها يعني لا الرز تلويني لانه هداك ملون مزبوط هداك هلا بيطلع لونه اصفر صح صح هلا عم نحط ملح عم نحط فيه هلا هلا بنحط الخضرة بقى يا شاطرة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله شو رأيك بهالريحة؟ يا الله فستانك قد ايه حلو يا مرت عمي نعم ما شاء الله لا قوة الا بالله شو قولي فستانك شو حلو يتقدم يتسلمي حبيبي يا عمري مرت عمك معزة شو فيها بس خلص لا انا شايفتك شايفت لك صور بتجننك انت وبعدك بسم الله الرحمن مرت عمي بشلك شو اسمها مقلية الخضرة وبدلقهم دلقة واحدة لا ما حبيبتي لا بسم الله لا خلي مضيقتك يعني اللي بيضلوا شو بدك تعملي فيها؟ هي ححطهم يقلك طب ليه عم تحطي ليه عم تحطيهم بالتقسيط بس البركي خدت لي مال على هونيك استاذ لقيتهم كتار على الرز اه فهمت هلا عرفتي ليش مقبل بسم الله يا شاطرة حضري لي الرز تعملي معه يلا بصفي المي من اوريك لا لا بنحط المي قبل تغلي بنحط الرز بنحط الرز على الناشف شو رايك والله مرت عمي بتسالني وهي يعني المخترعه لهالطبخه كمان انت عندك خبره مثل ما بدك منك يا عمري انت عندك الاكل على هداك بتشهي حبيبه قلبي زرعين عنك لا نحن تلاميذك يا مرت عمي حبيبتي الله يخلي لك اولادك اولادي متابعين مشاهدين كلهم يا رب يا كريم سبحان الله يا مرت عمي بتحسي اللي بيحب الطبخ لك اذا بتاكلي من تحت ايديه خبز وزيتون بتحسي طيب عم حبيبتي خبره بالحياه اي والله خبره بالحياه شبك في الاربات سبع اولاد الله يخلي لك اخواتي الله يحفظك مشاهدين شبك انت قليل عراق الحياه قليل العمر وزياده عن هيك محبتك للطبخ كثير ايه كثير اللي عندها عيله تطبخ اكيد هلا في ناس عندها عيله بتطبخ بس بدون نفس لانه ما بيحبوا ما بيحبوا الطبخ سبحان الله مثلا بيشوفونا بيقولوا سهلت الطبخ بنظرنا ايه لا في وحده قالت لنا يا عمي بنطيركم ناطره بكون محتاره شو بدي اعمل اكل ها فتحت الفيديو على ليلى خي ذكرتني لا بهالطبخ يا عمري يا عمري يلا شو انبسطت منه فوالله يا مرت عمي ست البيت اكيد بتطبخ عندها اولاد وزوجها وهي بتنجبر انها تطبخ يعني الوحده بياكل اليوم جاهز بكره جاهز بعد بكره نواشف وبعدين الرحمن الرحيم بسم الله مثل الشاطره بدها تقوم توقف بالمطبخ وتطبخ غصبا عنا غصبا عنا فوالله يا عم حبيبتي بسم الله الرحمن الرحيم لك الله لك الله لا يحرمنا هدي لفرجيك اياه بالملعقه شو اسمها الكفكيره الكفكيره بسم الله ما شاء الله ايش شو هيدا يعني هذا بده يعقد كثير زلعان انا اتمنى لو الريحه توصل بس حركي هيك لفوق يا مرت عمي لفوق شلال بده ينزل من فوق بيشهوا يا مرت عمي يلا بسم الله هلا هي الدجاج حنحطهم فوق الرز بيعانوا ايه طبعا كل الطعمه فيهم بسم الله الرحمن الرحيم وطي ايدنا عشان ما نطفش بسم الله واحلى شيء هالطنجره الالمنيوم والله بتسوى تقلق عمو حبيبتي عم يسألوكي انه اي نوع طناجر احسن استلف ولا الجرانيت ولا شو اسمه الالمنيوم ولا النوع الثاني مهم اربع انواع هلا ناس قالت الجرانيت ناس قالت استلف ناس انا اذا سألوني لالي انا حجب هالعمر بحب الالمنيوم بتفضليه على كل شيء مع اني بسيف
وانا اذا سالتوني لالي نعم نعم رايي مثل ما رايي مرت عمي بس لكم شغله كمان مرت عمي انا بحس الكل ضروري يعني الجرانيت ضروري انت لانك يوتيوبر هلا عم حبيبتي لانك عم تطبخ انا عم بحكي كست بيت ايه؟ انا كست بيت ايوم ايتي انفع شيء للاكل كله ضروري يكون عندي قطعه ستلس للورق عنب ضروري يكون عندي مقلايه جرانيت لاعمل فيها الاكلات اللي ما بدي تلزق مثل الكريب أيوة. ضروري يكون عندي الومنيوم الى احتياجاتها صح. بس الالومنيوم يعني بيقولوا بيتفاعل معه انا مع هالكلام بس سبحان الله الاكل فيه طيب بس كضرره هذا الشيء كلنا متفقين عليه بس ضروري الستانلس ضروري الجرانيت ضروري يعني الجرانيت والسيراميك والتيفال بنفس الخانه انا بحطهم بس الافضل بين هون الثلاثه انا بفضل الجرانيت عمو حبيبتي مثلا مثل هاي شو رايك فيها عمو حبيبتي هيدي هلا هيدي حديثي هذا حديث بسم الله ما شاء الله جديد بس يا مرت عمي انت ليش بتطبخي فيهم عمو حبيبتي احزري ليش هلا لانه ايوه هلا للسهوله اهي بس انا امي الله يرحم الامات كلها يا رب مرت خالي صحيح. عمتي مرت عمي خالتي لما رحنا عندهم صحيح. ما كان في غير الالومنيوم صحيح ربوا عيالي يا ليلى صدقي عند امي اكبر طنجره شفتي هالطنجره هيك انت ونازله درج 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 ليلى وقت اختي تسيفهم صدقي تكحلي عيني بالطنجره مرت عمي كانوا يسيفوهم انا كثير بحبه كانوا يشمسوهم كثير بحبه ليكي هيدي صار عندي بدي كمسي ليكي عن جد ايه هلا قولي لي استغني عنها بقول لك لا ما بستغنى اذا اقول لك استغنى عن هاي وما بستغنى هلا هي عم حبيبتي بما انه طلعوا هدول صرتي بتقولي لا يعني هلا انا لاني ايدي بجعوني ما بقى فيني سايف كثير هدول قلتهم اهين طيب عمي عذابهم هدول اهين اهين بكثير هدول اطيب تحت امي صح على فكره حتى امي سبحان الله امي بتكتب لي امي حدا من الفانزات بتكتب لي اخذ عقلي لحبيبات قلبي متابعات امي بتحكيني بتقول لي يا ليلى اليوم اشتريت طنجره او مثلا من فتره بشتري طنجره الاكل فيها طيب ها حلو الكلام الاكل فيها طيب شو نوعا؟ جرانيت بترجع بعد فتره بتقول لي اشتريت بريق شاي الشاي فيها له طعم ثاني يا الله والله الشاي شو هو البريق شو هو بيكون الستانلسكي او ليه ولا الالومنيوم العادي لا لا ما في معدن ما عنده معدن ونوع الكيوي معدن معدن, معدن. فبتقلي يا الله الشاي فيه قد ايه طيب يعني سبحان الله سبحان الله ليكو انا برجع بقول لكم الكل مهم والكل ضروري كله ضروري بدك طنجره ستانلس بس انت شوفي حسب انت استعمالاتك شوفي انت اي قياس بتعوزي انت بتعوزي الطنجره ولا بتعوزي المقلايه بتعوزي الكاسرول ولا بتعوزي عمو حبيبتي انت على شازيكم تعال اماني هيدي شوفوا ما ولا هيدي ها ها اجي معي هي ولا هي بس ليكو مرت عمي عندها اثنين عندي اثنين ايه هيدي الها حاجاتها وهيدي الها حاجاتها يسلم تمك ايه. بس لما كان عندي هي ما كان عندي هي مزبوط عرفتي كيف مزبوط واثنين بيلزموا والاثنين بيلزموا كلامك صح ان شاء الله نكون جاوبنا الصبيه حبيبه قلبي يلي سالتنا هذا السؤال وبتمنى تكوني استفدتي وعرفتي شو تجيبي لبيتك هول الرزات مرت عمي نشفتهم على الاخر اكيد بسم الله الرحمن الرحيم ما صار الوقت يلا تفضل بسم الله لكن اللي عنده عائلة أكيد إحنا كترنا ما شاء الله إيه بسم الله الرحمن الرحيم طيبوا معك يلا راح أفتح الباب دق الجرس مين؟ ليكو مين إيش لك خلطة سلام يا عمري يا روحي لك يا خلطة شو هالصدفة يا الله يا خلطة اشتقنا لو بيعطيني وراي بجي يا قلبي روحي يا طبعا بدي يجي شوفها لو ساعة لك يا عمري مش انت هذا المحيط يعني ولا والله ببال والله ما شفتها لك يسلم لي جماله تسلمي لي انا كيف حبيبتي يا خطو والله مشتقت لك وحياة الله شو انبسطت هلا اني التقيت فيك يا رب تسلمي اهلا وسهلا امي سهلة امي هي اختي صغيرة اختي حبيبتي يا عيوني صدق ما شفتك عزة علي على فلسطين الله ينصرهم كيفك يا اختي يا حبيبتي والله انبسطت فيكي والله اكثر ساعه تقبري قلبي اهلا وسهلا فيكي لقيت وضعها الحمد لله انه قلمي كذب الحمد لله كيفك يا زلمه دم قلبي دم قلبي بهالكنه يا دغري بتشكيني مرت عمي دغري اختي قلبي من بعد امرك هذه استقبال اهلا وسهلا طبختي اليوم من لون حجيبك الله اكبر
كموني نشف يا اختي ان شاء الله ريحه بتشات الان امانه يا اختي حبيبي شوفي يا اختي يعني خبرتك حلو تعلمناها مني الله اكبر شوفي يا اختي شنو قصه اذا تريدك بعد امري الله اكبر ولا قوه الا بالله كيف بتخيلك يا اختي حبيبي يا عبد الله هذه كاري ما شاء الله ايه هاي كاري وهي شكلي هذا الرز هلا سقطوه ايه بس لكن اللون هون احلى من هون هذا اللون لازم ينسقط اكثر اها يلا هذا اللون لهون بتيجي الكاري احنا قلنا خلي الرز فاتي لا الكاري يعني بحط عقدة صفرة قصدي كذا عقدة صفرة ايه عقدة صفرة ايوه برافو عليك الصوص وهذا اللون حلو برافو عليك يا اختي شفتي شفتي الاخت ما احلاها لك دخيل الله اللي خلقه يلا جيتي من الصبح لعندي استلمت خيري طالما غطيتيه هلا حطيت رز انت عم تدق الباب الله اكبر يعني اذا بحط لكم هنيك يا اختي ما شاء الله كان تمام كان الرحمن ايه تكلوه من العافيه بشخصك بشخصك ما حطيت بهار لا ما قلتوا لي انت تعيلي حبيبتي انت ايه والله من هلا قريح سجلتها وحدي علي من هلا قريح عم يسالوا عنك المتابعين حبيبتي قسما بالله مع والله يا خالته يا خالته يعني الك الك شعبيه حبيبه قلبي والله يا خالته انا ما بستغربها ابدا عن جد انت بتنحبي الحلوين الطيبين لك يا عمري انت يا خالته يعني انا ما فيني اقول لك قد ايه فرحتي اني عن جد التقيت فيك انتي ولا انا حبيبه قلبي عندها هشام لما جيتي بكتير يا حبيبتي لنقعد نحن ده صاري ما شفت اتفقت انتي على 11 شو يا مرت عمي مرت عمي من تحت لفوق صح من تحت هيدي حفظتيها كرجت ماي لكي بسم الله ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم لا قوة الا بالله لكي هاللون يا عمي شو بدنا ضربة معلم لكي هاللون الله لك الله من عنده يخليك بصحتك وعافيتك ان شاء الله والاويل يا رب يا كريم انت وكل متابعين كل مستمعينك يا رب يا كريم لا يرمي حدا من عافيتك امين امين رب العالمين بشهو القلب يا مرت عمي مرت عمي حط لك لقمة دوقية ولا ما بدك؟ ما احلاني وقالت لك لا امانة ايه بقى بس مرت عمي لانه بدنا نتغدى بدنا نتغدى مع خالته سلام اكيد 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 لا عبد الليل عم يحكي دوقية مرت عمي بلا صوص نعم بلا صوص كيف بلا صوص بس بتعرفي ايه والله طيبة هيك تنشيفي ايه ندوقها هيك هاد لجيب نحرك ونحط هاد لجيب معلقة حطيها شاطرة قبل ما تحطي الصوص يا مرت عمي خلي بس هيك معلقه هيك يلا ها انا شو بحب الرز ناشف الرز عز الله يجعل كل ايامكم عز يا عمري ليكو ليكو الجمال ليكو ليكو اللون بدي فرجيكم اللون شايفين بسم الله نار من الغلوه للكلوه بس رائعين اعطيه لجوزك خلي دوم بعد امرك مرت عمي بعلمي هذا الصحن الي هلا صار لجوزي حبيبتي تعطيها تحتي مني بعلمي تعي بعلمي يا ليلى تعي دوقي بعد امرك هذا لقلك لا 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 عم بمزح عم بمزح وحياة الله عم بمزح والله العظيم خلاص بدوق من هيدا رائعين بس هدا دوق لقمة قبل ما دوق لانه اذا راح لعند هادي ما بقى يرجع بس عن جد ليكو هلا انا بدي دوقها مشان اعطيكم رايي بالصوص يلي هو رايي انا مجروحه فيه كيف بيقولوا رايي مجروح شهادتي شهادتي مزيفه بس هن عن جد هيك طيبين شو رايك سيمفونيه صحتين مرت عمي على الطعم الطيبه ما بقى اعرف احكي قال رايي مجروح قال صحتين عجبتني هالكلمه صحتين وعافيه يا عمو حبيبتي هيدي الكبير والصغير بحبها لا ناخذها لهيدي يلا لندوقها لمسيو هادي لا بدي احرق له لسانه قال امك سخنين قلت له بدي احرق له لسانه نار نار وشرار ايه مرت عمي بيجي يلاقي بردو لك انا قوليلي ايه مرت عمي قوليلي ملحقتني وراها مرت عمي بكل البيت هلا خلصت مين اذا بدي اركض بكل البيت ما بتلحقيني يا عمري اوضه لاوضه 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 ما شاء الله عليها يا ليلى تعي يا ليلى تعي وهي ماشيه هلا عمو حبيبي بدنا ننزل الخلطات بسم الله الرحمن الرحيم وبدنا نسكب بالبايركسات حننزل البايركسات وبدنا نقعد نتغدى مع خالته سلام حبيبه قلبي بسم الله ايه والله ما شاء الله شوفوا الرتابي شوفوا الرتابي عند ست الكل الله يا مرت عمي عن جد يعني ولا 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 مع انه الغاز غيرناه
صار لون مستلس، لما نستعمل رك مستلس. شو يا ساترة؟ بعد الغداء يعني يا خالتو ولا قبل الغداء؟ ايه لك ما احلاها خالتو، والله بدنا نتغدى مع بعض يا خالتو. هيدي هلا بنحطها، بنحطها على النار بنجهزها، بس نسكب الاكله. يلا نسمي، بسم الله. بقرب البايركس لعندك يا مرت عمي. يلا يلا بسم الله. ابي واختي تبتي عم يمشوا لحالهم، لحالهم عم يمشوا. يموتي يا ليلى. لا حولنا عم يمشي. إذا عم بحكي أنا ما بخلص، وإذا بسكت ما بخلص. يعني شخصي هذا أنت عملتيها بالزيت. إيه شخصي. شخصي. ما تعمل أصلا، أنا حسيت حتى السمنة يعني نقطة نقطة. هذا هو. يعني كتير صحية. هذا هو ليلى، هذا هو. والله كتير صحية وبتشهي القلب. بتشهي صمصوم ولا القلب. كل ما سكبنا منحرك. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله. طيب ما قلت لي طيبين ميتين؟ عم بسألك حتى نخلصش من النار. ما قلت لي طيبين ولا لا يا عمي؟ سلم دايتي بدون شيء نقصن شيء. يا عمري بدون ملح بدون كاري بدون مرت عمي. انت لانك ما سمعتي حسه، هذا اكبر دليل. معناها عم يقل عسل، معناته ما انه فاضي يحكي. صح معك حق. الحقيقه الحقيقه بدون اي مراوغه، هلا هن طيبين كثير. ها خلص صحتين صحتين. شوفي سبحان الله الام. انت موقف قلبي لو بتطلع. ايه والله بدي ازعل. عن جد. ليه ما بتزعلي على تعبك وركبك؟ ايه والله. وقول لك منهم طيبين. والله يسلم تمك. عن جد بيكون الواحد واقف طول النهار بالمطبخ. صحبي. اخر شيء بيجي الصبي او بيجي الزوج. بيقول منهم طيبين. ايه منهم طيبين قال. بتزعلي على تعبك. عن جد. بتعرفي بدها شيء نقطة هالاكلة؟ امانة؟ والله. امبارح هي عم تسألني هالسؤال، انا قلت لها يا دغري بنعمل هيك، قالت لي ايه. اي والله تحسيها بتدفي، خاصة المنطقة اللي نحن فيها يا مرت عمي باردة. لا لا خفيفة، هي خفيفة. نعم بس بدنا شوية حر. ما قلنا قلنا حطينا حرنا مشان الأولاد. مشان الأولاد صح. هلا أنت فيك تحط بودرة كاري حرة. يعني أنا كل قبل هلا عندك حرة حرة. هلا ما حط طينة. ايه بسبب الأولاد. ما سألته أول شيء رح يبقى الحر. صحتين صحتين صحتين. يلا ما تقل، بدنا نقعد ناكل مع بعض مع خالته. سلام اكيد هذا غدي خلص. صدقناه صدقناه قدام الكاميرا مرت عمي.